السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير. وصلت تويوتا لاند كروزر بيك أب شاص طراز 2024 وارد بريمي مع المواصفات القديمة. خلوكم متابعين أعزائي المشاهدين لهذه التغطية للتعرف على المواصفات والأسعار. هذه فئة الاكس وارد سعود بهوان. بالنسبة لمواصفات السيارة الخارجية، المصابيح الأمامية من نوع الهيلوجين، إشارات الانعطاف، كشافات الضباب من نوع LED، شبك الواجهة الأمامية باللون الأسود وعليه مسمى تويوتا، والونش موجود على الصدام خلف هذا الغطاء. الإطارات مقاس 265/70 أما مقاس رينجات 17 باللون الفضي والأسود. بصمة تويوتا لاند كروزر، إشارات الانعطاف، شرائط الزينة الجانبية، مساعد الركوب والنزول الجانبي، المرايا الجانبية ومقابض الأبواب مطلية بالكروم. عودة المواصفات القديمة، توفر خزانين للوقود على التويوتا لاند كروزر بيك أب شاص، والخزانين بسعة 180 لتر. وهذه خلفية شاص 2024، تصميم الإضاءات الخلفية مع وجود كشاف الضباب، وهذا هوك الجلس، وهذه مواصفات كاميرا الرؤية الخلفية، مسمى تويوتا على باب الحوض. ناخذ نظرة على السيارة من الأسفل، مثل ما تشوفون ريش السسبنشن، نظام التعليق. طبعا هذه الثمن ريش، مش ال 11، هذه الثمن ريش. مثل ما تشوفون المواصفات القديمة، إطار السبير الاحتياطي موجود على الحوض وعليه الغطاء باللون الفضي والحوض بدون التلبيسة. طبعا هذا اللون الرمادي، يتوفر أيضا اللون الذهبي أو اللون الأبيض. محرك لاند كروزر بيك أب شاص مكون من 6 اسطوانات بسعة 4000 سي سي 4 لترات. هذا المحرك يولد قوة 228 حصان والعزم 360 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. هذه السيارة تعتمد على نظام الدفع الرباعي 4 ويل درايف، وهذا المحرك يقبل بنزين ال 95. مثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين، مساعد رفع البونيت يدوي. بالنسبة لمعدل استهلاك الوقود، اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 8 كيلومترات، والتقييم سيء جدا. على ظهر مقعد الساق والراكب الأمامي، كما تشوفون هذه الجيوب على شكل الشبك. هذا مولد تبريد الثلاجة. طبعا المقاعد باللون الجملي، احنا نسميه الزعفراني. تنجيد المقاعد من الجلد والقماش بشكل جميل جدا. هذا هو الدرج الأمام. الراكب الأمامي موجود أيضا التخشيب على الطبلون. اختيار وضعيات الدبل، الدبل الثقيل أو الدبل الخفيف. الأبواب من الداخل، هذه القطعة راح تكون من البلاستيك. فورميكا باللون الأسود، مقبض الباب باللون الفضي، والباب عليه تنجيد من الجلد. ما شاء الله معطي السيارة نوع من الفخامة. طبعا بالتأكيد مقعد ساق والراكب الأمامي بتحكم يدوي. نسمع الآن صوت تشغيل الشاص 2024. طبعا تشغيل السيارة عن طريق المفتاح. بسم الله. المواصفات الداخلية، عجلة القيادة مكسوب الجلد مع وجود التخشيب وتطعيمات باللون الفضي. هذه مواصفة مثبت السرعة. هذه أزرار التحكم بالجهاز السمعي، الرد على المكالمات عن طريق البلوتوث مع الأوامر الصوتية. تصميم عدادات شاص، التصميم القديم. السرعة القصوى 200. مثل ما تشوفون عدادين لخزانين الوقود، عداد حرارة المحرك مع عداد قوة البطارية. طيب هذه هي شاشة الشاص 2024 مقاس 9 إنش. طبعا الشاشة بدون النافيجيشن. الآن أغلب الشركات تستبدل النافيجيشن
بنظام الأبل كار بلاي ونظام الأندرويد أوتو. هذه الإعدادات العامة المختلفة: إعدادات الجهاز السمعي، إعدادات الاتصال، إعدادات الواي فاي الإنترنت. هذه بوصلة القبلة مع مواقيت الصلاة. الجهاز السمعي مكون من سماعتين، هذه خيارات الجهاز السمعي. برنامج المكالمات عن طريق البلوتوث. أحط الآن الجير ريوس، نشاهد تصوير كاميرا الرؤية الخلفية، وهذا هو تصوير الكاميرا الخلفية. ننتقل الآن للأسفل، تحذير الفليشر الرباعي، أزرار التحكم بالشاشة والجهاز السمعي. طبعا التحكم بالتكييف راح يكون يدوي. المواصفات الموجودة بالأسفل: فتح خزان الوقود الاحتياطي، مانع الانزلاق تراكشن كنترول، نظام الباور هول عند تحميل الحمولة الثقيلة أو لقيادة السيارة بطريقة رياضية، مساعد نزول المنحدرات مع انطلاق الجير بالنمرة الثانية. مثل ما تشوفون منفذين التايب سي لشحن الهواتف، وعندنا أيضا منفذ طاقة 12 فولت، مساحة للتخزين، جير سير أوتوماتيك من 6 سرعات، عصل جير مكسوب الجلد، والجير قابل للتبديل مانيوال. عندك هنا حامل للأكواب، عندنا أيضا هند بريك يدوي، حاملات الأكواب، وهذه هي الثلاجة، هذا التبريد الواطي وهذا التبريد العالي للثلاجة. بشكل عام يعني مساحة الثلاجة صغيرة، يعني ما تحمل أشياء كثيرة. طيب بالنسبة لسلامة حماية الركاب، على الشاص 2024 تتوفر وسادة هوائية للسائق مع وسادة هوائية للراكب الأمامي. عن يسار السائق التحكم بالمرايا الجانبية، على باب السائق فتح وإغلاق نافذة السائق والراكب الأمامي، نافذة السائق تفتح وتغلق بلمسة واحدة مع التحكم بالأقفال. مرآة الرؤية الخلفية عادية، الإضاءة الداخلية راح تكون من نوع LED. هذه شماسة السائق بدون أي شيء، شماسة الراكب الأمامي عليها المرآة وبس. هذه كانت أبرز مواصفات التويوتا لاند كروزر شاص 2024. الأسعار المذكورة الآن هي شامل الضريبة المضافة، 19320 ريال عماني، أي ما يعادل 188310 ريال سعودي، أي ما يعادل 50190 دولار أمريكي. ويشمل تويوتا لاند كروزر بيكاب شاص ضمان لمدة 3 سنوات أو 100,000 كيلومتر، أيهما يأتي أولا؟ هذا شكل مفتاح سيارة، إقفال مع الفتح. لكل من يشاهد قناتي للمرة الأولى، اشترك في هذه القناة. القناة تتميز بالعديد من التغطيات اللي راح ترضيكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين لا تنسوني من اللايك، اللايك يحمسني للاستمرار. أتمنى أني كفيت ووفيت من خلال هذه التغطية للتويوتا لاند كروزر بيكاب شاص 2024. تحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.